كلنا يمكن والله أعلم واعين بالقيمة نتاع النعم اللي عايشين فيها، السمع، اللمس، التذوق، الإحساس، البصر وحتى الألوان. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فتخيل معايا أنك تفيق شي صباح وتلقى ناقصك غير شي نعمة من هاد النعم، كيفاش غادي تكون حياتك، إحساسك، الحاضر ديالك وحتى المستقبل ديالك؟ في حلقتنا اليوم غنشارككم قصة مختلفة تماما على القصص اللي شاركونا معظم الناس، ما عندها علاقة لا بذكر ولا بأنثى، ما عندها علاقة لا بسحر ولا بشعوذة ولا حتى بالعشق. قصتنا اليوم إنسانية، أجي تسمعها حيتاش أكيد أكيد غادي تذكرك فش من خير راك عايش. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه مرحبا بك، وما تنساش انك تفعل زر الجرس باش تكون من الاوائل اللي كيتوصلوا بالفيديوهات ديالي. واذا كنت من اهل الدار فالدار دارك. لنبدا. فقبل ما غادي نبدا مشاركتي معكم حكايه ملك اللي اختارت هذا الاسم كاسم مستعار لها، كتقول بلي هادشي اللي غادي نشارككم اقسم لكم بالله ثلاث مرات لاول مره غادي نبوح به وما غاديش نخليه مع نفسي. كتقول ملك اجي نقربكم مني اكثر، انا انسانه انطوائيه على راسي لاقصى درجه، عايشه في اسره فيها الحياه ومليئه بالحب وبالاحترام، حنا بينا ثلاثه ديال الخوت وماما وبابا، عائلة بسيطة وعلى قد الحال. سمحوا لي غادي نرجعكم معايا 11 سنين قبل في حياتي، بالضبط في المرحلة الابتدائية لما كانت عندي 13 سنة. كنت طفلة أو تلميذة مجتهدة اللي ديما كتجي من الأوائل في المدرسة ديالها. واحد النهار بقيت نعقل لمدة 3 شهور وأنا كنت نحس بواحد الحريق في راسي تيمشي وكيجي، وبعض المرات كيتزاد عليا وما كنستحملوش وكنشرب الدواء نتاع الراس. كنت نقول بلي هادشي راه عادي، ولكن في واحد الاسبوع بدات كتجيني الدوخه وكنرجع حشاكم كل نهار تقريبا. ولكن في 3 ايام الاخيره من هذا الاسبوع غادي يبقى ينقص ليا النظر ديالي وتدريجيا. اليوم الثالث هنا فين غادي تكون الصدمه واللي غادي تقلب ليا حياتي 360 درجه. فتخيل معايا انت كمتتبع او لا متتبعه، تنعس وتفيق في الصباح يبقى تيبان لك غير الظلام. ايه هذا هو الاحساس اللي كان عندي، غادي نفيق الصباح وغادي يبان ليا غير الظلام السواد. وليت كنحس براسي بلي انني شبعت نعاس، تنحاول نقنع راسي بلي انه راه باقي الليل، كنحك عيني ياك ما جاتني شي ضبابة، والو. توترت وقلبي بدا تيضرب. جمله واحده اللي كانت كتعاود ليا في راسي هي انه راه مازال موصل الصباح، وانا مازال صغيره تنقول يا ربي شنو هادشي اللي واقع، علما انه الام ديالي دايره معايا انها تديني لعند الطبيب هذاك الصباح. غادي تدخل عليا وغادي تشوفني كندير شي حركات 100% نتاع انسان اللي فقد البصر ديالو. بقات كتسولني مالك علاش كديري بحال هكاك، واش كتشوفيني، شنو واقع؟ انا كنقول ليها لا مزيان عادي كلشي هو هذاك، وانا كل ظاهريا ماشي هي هذيك. المهم ما عرفش كيفاش لبست دوك الحوايج ديالي طبعا بمساعده ماما وهبطت مع الدروج، علما اني كنت عاقله على التفاصيل ديال دارنا وحتى على الوجوه ديال العائله. كنت كنحاول انني نتمشى ونتصرف عادي. في ديك اللحظه انا باقا عاقله، كان راسي ثقيل عليا وما كرهتش نبقى ساده عينيا حيتاش كنت كنرتاح، ولكن ما بغيتش حيتاش كنت خايفه من النظره ديال الناس، ما بغيتش يشوف فيا شي حد بلي انا مسكينه ما كنشوفش، اولا الناس يشوفوا في ماما شي نظره ديال الشفقه. كنت حاله عيني بحال ما كاين والو وانا راني ما قادراش نحلهم، كنت يبان ليا غير الظلام، وماما هي اللي كانت كتقيدني باش كنت كنمشي. احنا مشينا لعند الطبيب اوفتالمولوج اللي متخصص بالعينين، كنقول ماما بيني وبينها وحنا عند الطبيب كنتسناهم باش انهم يدخلوني لعندو، قولي ليهم يشعلوا الضو ولا يحلوا الشراجم راه بزاف هاد الظلام. ماما كتقول ليا لا راه كاين الضو واش ما كتشوفي والو كاع، كنقول لها لا راه كنشوف شويه، كتقول ليا غير قولي ليا بنتي واش ما كتشوفي والو، قلت ليها لا راه كنشوف واحد شويه، وانا في ديك اللحظه السواد مغطي لي عينيا. وصلت نوبتنا، غادي يحاول باش انه يسولني شي اسئله ويقلبني، ولكن ما عرفش شنو عندي بالضبط، غيعطيني باش انه نمشي ندير واحد السكانير ب 10000 درهم وفي اسرع ما يمكن. وكيف قلت لكم انا كنتمي لواحد العائله اللي متوسطه عاديه، ماشي سهل باش انه يتطلب منها هذاك المبلغ وتنوض تحطو ديك الساعه. في ديك اللحظه لما الطبيب كان تيدوي مع ماما كانت معاها كتبكي وكتحاول باش انها ما تسمعنيش البكا ديالها. ملك كتقول وانا دابا تنعاود لكم التفاصيل ديال الماضي كيدوزوا ما بين عينيا وما كنقدرش نحبس دموعي. خرجنا ديك اللحظه من عند الطبيب، تيسر لينا داك المبلغ، جمعناه ومشي داروا ليا السكانير، ديناه من جديد لعند الطبيب، في الاخير ما عطاه والو،
او بالاحرى تيقول لنا بلي انه كتبان ليه شي حاجه، ولكن هو ما عرفش شنو هي. استغرب في الحاله ديالي، ما عرفش لا كيفاش ولا مناش هادشي. قالت ليه ماما شنو المعمول؟ قال ليها ديها عند الطبيب الاخصائي في الراس. وحيتاش كان الصيف ومعظم الاطباء كانوا خارجين عطله، فين غادي نمشي في هذه الحاله المستعجله وعند من والحراره ومسكينه مكرفصه معايا وما بغاتش تسلم. في داك النهار غادي نمشيو لعند ثلاثه ديال الاطباء، واحد فيهم اللي ما كانش عطله. دخلنا عنده وعاودت ليه ماما الحاله ديالي. تخيلوا شنو غادي يقول لها؟ قال ليها دي بنتك ودعي الله وتسناي القدره ديالو. سمعت هذه الجمله وبديت كنبكي، حيتاش الطريقه باش قالها قطع لينا الامل. ماما تصدمات، راه ربي بيديه كل شيء، ولكن ما غاديش نبقاو مربعين يدينا. خرجنا من عند داك الطبيب وليت نقول ماما غير يلا نمشيو في حالنا، صافي يلا نمشيو للدار بركه. كتقول لي ماما واش حماقتي، راه مستحيل نديك للدار في هذه الحاله، مستحيل نديك ونجلس كنشوف فيك، غتبدا كدور بيا من واحد لواحد وما غاديش حتى هي. لدرجه انه كان عندي واحد شويه ديال الالم اولا الحريق في العظم ديال ظهري، غتمشي كتجري بيا لعند طبيب مختص. غادي نرجعوا للدار وغادي نبقى غير فراشي مجبده، كنشوف غير الظلام، وفي وسط منه بحال واحد النجمه اللي كانت بيضه كتلمع، هي اللي كانت كاتبان ليا في هذاك السواد. بهاد النجمه تخيلوا كنت نحاول انني نخلق العالم ديالي، كنبقى متبعاها وكنشوف فيها. كل صباح اللي ما كنعرفش بلي انه راه صباح كتنوضني ماما، كنمشيو لعند الطبيب من جديد. ما كاين والو، كندخل للدار كيجيو الناس القراب منا انهم يزورونا، وانا ما عارفه لاش كندخل ولا حتى شكون خرج. فاخوتي بدورهم كانوا تيحاولوا باش انهم يبدلوا لي داك الجو الكئيب ديالي، هما بدورهم كانوا كيتصرفوا معايا بتصرف جد عادي وكيحاولوا باش انهم يضحكوني، ولكن انا كنت كناخذ داك النشاط ديالهم سلبي وكان تاثر عليا. وهذا لا يعني انهم ما تيعاملونيش بزاف، بالعكس، ولكن انا كنت في مرحله مازال ما متيقاش وما مصالحاش مع شنو واقع ليا، ومخربقه ويلا كنت اقلم وحساسه في اي حاجه، لانه بطبيعه الحال اولا كنت يلا طفلة والحال كان باقي جديد. بحال مثلا في الليل فاش كيجيو كينعسو، انا اصلا النهار كامل وانا عايشه في الظلام، كانوا تيجيو باش انهم يبغيو يطفيو عليا الضو، وانا ما عارفاش واش الضو اصلا واش مطفي ولا مشعول. هو الضو كيكون باقي مشعول وانا كنعيط لهم بالاسماء ديالهم، ما كيجاوبني حتى شي حد. كنقول مع راسي راهم نعسو وراه الضو مطفي، وغير انا ما قادراش نميز، حتى يلا كتديني واحد الغمضه نتاع الناس وتيجيو كيخلعوني. هما تيحاولوا انهم يخلقوا من داكشي جو وينشطوني، ولكن انا بالنسبه ليا كنت كنتاثر بزاف. واحد النهار لاول مره ما كانتش ماما في الدار وكانت غير اختي، وانا كنت ناعسه فقط، حتى جيت باش انني نمشي للمرحاض عزكم الله، حاولت انني نعول على راسي، نط تمشيت حيت باقي لي الخيال في راسي نتاع الدار. لما وصلت للمرحاض تلفت تنقول ها هو الضو مشعول، كيفاش دايره الاجواء؟ وبقوت ما انني توترت طحت وسخفت، وجاتني الضيقه، عاد سمعتني اختي وجات كتجري عندي. من بعد مده ما كنت كنتحرك باريحيه في دارنا، انا اليوم نسات عليا دارنا، نسات عليا على كيفاش دايره وعلى كيفاش نتحرك فيها. وصلت لمرحله ما نقدرش نتحرك بوحدي، نساو عليا الوجوه ديال خوتي ديال العائله. تخيلوا معايا الا وجه واحد اللي ما قدرش يحيد ليا ما بين عينيا، سبحان الله باقي في المخيله ديالي اللي هو الوجه ديال الام ديالي. وهنا فين غادي تبدا اصعب مرحله، قبل ما تديني الام ديالي لمدينه وحده اخرى باش انني نقلب على شي علاج، غادي دير محاوله اخيره في المدينه فين كنسكنوا، وغادي تمشي تشوف واحد الطبيب اللي الحمد لله هو اللي غادي يكتشف اشنو عندي. وهذا الامر غادي يخليني نوعا ما انني نرتاح ونعرف شنو عندي بالضبط. هاد الطبيب غادي يصيفطنا لواحد المدينه وحده اخرى اللي فيها غادي نتعالج، هو شخصيا غادي يتصل بشي طبيب تما وغادي يلقاه هو وواحد اخرين بحالو حتى هما خارجين في عطله، وقال لنا بلي انه غادي يشوف ليا شي طبيب غير تما في المدينه ديالنا. ليكن في علمكم لحد الان غادي نحسب بلي انه هذا هو الاول اللي دزت عنده وبان شويه مع الامل، حيت اي واحد كنت كنمشي عنده كان تيخرج مني الفلوس بدون نتيجه. المهم فعلا غادي يشوف لنا واحد البروفيسور اللي هو اخصائي في الجهاز العصبي على اساس بلي انه راه مزيان. تبعت معاه واحد المده اللي هي قصيره، ولكن ما كانش شي نتيجه وماما ما اقتنعتش به. غادي نمشي لمدينه واحده اخرى اللي غادي نشوف فيها واحد الطبيب واحد اخر اللي تبعت معاه، ومع الوقت عينيا بداو كيتفشوا وبدا تيبان ليا غير الخيال ديال اشنو كاين قدامي، وما غادي نسترجع من البصر ديالي الا 15% من النظر، والحمد لله عليها. واحد الوقت الام ديالي غادي تولي كتديني كل مره لعند شراقي، حيتاش ما يمكنش انه الطب ما ينفعش معايا. قالت اجي نجربوا هذا الباب حتى هو، انني نتداوى بالقران، فما كنكروش العلم، ولكن لقينا بلي انه راه اللي عين عندها دور
كبير في المرض ديالي كل تواضع، بما انني كنت واحد الطفله اللي هي مجتهده وديما من الاوائل، وكنت جميله وعاطيه العين بشهاده الجميع، خصوصا وانا عاقله على النهار اللي ابتداء منه غادي نبدا نلاحظ في راسي كنرجع للور. مشينا لواحد العرس مع ماما وتنسمع كل شيء تيقول واش هذه هي بنت فلان، شحال زوينه، وكيمدحوا فيا. 3 ايام بالضبط من بعد بديت كنحس بلي البصر ديالي كل نهار غادي ينقص، حتى صبحت وما لقيتوش. واش صدفه او هذا نتيجه هذا او الله اعلم. في الاخير لا رقيه نفعات ولا طب. وكيف قلت لكم، بما انا رجع لي واحد 15% ديال البصر ديالي، فهاد الشيء ما غاديش يحبسني على قرايتي، غادي نطلع للاعدادي وانا فاقده طعم القرايه وحتى المرحله اللي غادي تجي في حياتي، حيتاش كنت كنعاني وغادي نبدا نعاني ولكن في صمت. كنت في الكتبه كنطلع فوق السطر، شي صغير شي كبير، الاستاذ اللي جا كيخصم عليا وكيعايرني، انت طالعه الاعدادي ومازال خطك بحال هكا. السبوره ما كانش كتبان ليا نهائيا، وشي نوع من الاساتذه كانوا تيقولوا لي قراي داكشي اللي مكتوب، وهما عارفين بلي انه انا ما كنشوفش مزيان، ولكن غير باش يحرجوني مع التلامذ. اولا تيقولوا لي فلانه قراي هذه ولا قراي هذه، وهذه هي اكثر حاجه كانت كتقتلني، حيت كنت نحس في ديك اللحظه بالحقره. ويا ما طحت وسط المدرسه وتيقولوا لي مالك ما كتشوفيش عوره، كنجاوبش اه راني عوره، ما كنتش كنستحمل حيتاش ما مولفاش هذا الوضع ومهلوكه اصلا نفسيا. كنت كتصاحب تخيلوا معايا مع بنات اللي كانوا تيسرقوا ليا الفلوس اللي كانت كتعطيني ماما، حيتاش ما كنتش كنشوف مزيان وكنت نعول عليهم باش انهم يحسبوا ليا، اولا تخيلوا كيتخبوا ليا في الطريق وكنبقى كنقلب عليهم. كنت كنتمنى شي بنت تكون صديقه اللي تفهمني ونحط عليها الراس. اصعب مرحله هي هاد الايامات ديال القرايه، ورغم هادشي كله والله العظيم غادي ننجح وغادي نجي من الاوائل. انا اليوم مازال ما ساليتش من المعاناه نتاع النظرات ديال الناس ومن كلام الناس الجارح، غنطلع للثانويه وغادي نتلاقى بصديقات اللي هما جداد، ولكن كيف العاده الفلوس ديما ناقصين وديما مخبعين في الطريق، وما عرفش واش كيلقاو ريوسهم في هذا الضحك، حيتاش كيبقى فيا الحال وما تيبداو كيضحكوا عليا. ما كنقولش لهم لا علاش كديروا هكا ولا راه قشعتكم ولا حتى حاجه، حيتاش كنت محتاجهم باش انهم يبقاو في حياتي. لما وصلت للباك تخيلوا على فرحه فرحت لما نجحت بمونسيون، والله العظيم في حياتي ما عمرني شفت شنو مكتوب في السبوره، كانوا عندي زوج نتاع الفطرات، كل مره تنقول الاستاذ راه نسيتو عند هادي راه نسيتو في الدار، وانا ما كنت لا تنكتب ولا حتى حاجه، تنقول اصلا ما كتبانش ليا السبوره، ما غاديش ندي اللوازم المدرسيه، كنت كنكتفي بالسمع والعقل. فهاد المرحله ما كاينش اللي تيخرج عليا من غير قراي شنو مكتوب. ويا لطيف كيفاش كنحس في ديك اللحظه، ويا ما وقائع بحال هادو. هو ما كتبانش عليا بلي انه النظر ديالي راه شبه ما كاينش، لانه ما كنتش كندير نظاظر. انا اليوم بقات ليا غير عوينه وحده هي باش كنشوف، وكنشوف بها غير 5/10، حيت الثانيه فقدتها نهائيا ومتبعه عند طبيب، ولكن ما كاينش تحسن الحمد لله. انا كنطلب من الله باش انه يرجع لي البصيره ديالي، حيت تابعني بزاف ديال الحوايج في هذه الحياه. الا خطاوني والديا راه ما كاينش اللي غادي يهزني. في الاول والاخير الام هي اللي كاينه، الام هي اللي غادي تستحملك، هي اللي غادي توفر ليك الاحتياجات ديالك. ماما هي انا وما كنتخيلش حياتي بلا بها، هي عكازي وهي عينيا، والاكثر من هذا نفسك خصها تكون سليمه باش تحمل وتقبل الاذى ديال الناس والاذى النفسي. الناس ما كيرحموش، ما كيعرفوش حالتك، وكيجيو يتشكاو اولا يعاتبوني، بحال مثلا يقولوا لي شفتينا وما سلمتيش علينا، فينا هما العينين باش نشوفكم ولا نسلم عليكم. الحمد لله انا مسامحه الجميع، شديت الباك ديالي، عندي ديبلوم ديالي، كنتمنى نخدم حيتاش جاوني فرص ديال العمل وبغيت نحماق ونخدم، ولكن كنترفض لظروفي الصحيه. انا عارفه بلي انه بعد العسر يسر، وعارفه بلي انه من بعد هذا المرض ربي مخبي لي شي خير كبير اللي غينسيني به هذا الشيء كله. شكرا حيتاش سمعتوني، لانه كنت محتاجه نحكي هذا الشيء اللي عندي، كنت محتاجه نخرج اللي في قلبي. اقسم بالله انني كنت هاد الامور تنحكيها غير بيني وبين راسي، وتنبقى كنبكي بوحدي، وهذه اول مره غادي نبكي على شي حد ونخرج لي في قلبي. في قصتي الليله شاركتكم شويه من بزاف ديال المعاناه، معاناتي مع المدرسه، معاناتي مع الصحابات، معاناتي مع الناس، معاناتي في الزنقه، ولكن في الاخير الحمد لله بقات لي امنيه وحده انني نطلبها منكم يا متابعين يا كرام اللي غادي يسمعوا قصتي. ما تنساوش انكم تدعيوا معي باش ترجع لي البصيره ديالي، حيت هذا الشيء اللي خاصني وهذا الشيء الوحيد اللي محتاجه انا حاليا. فشكرا على استماعكم، وهذه هي كانت حكايه ملك قصيره
ومختصرة لبزاف ديال المعاناة اللي حكتهم لي بالدموع، ولكن المعنى هنا واضح. أي واحد يفيق فينا كل نهار يقول الله الحمد لله والشكر لله، يمكن ما لقيش ما ناكل، يمكن ما لقيش خدمة، يمكن ما عنديش فلوس، يمكن ما عنديش باش نشري شي حوايج بحالي بحال الناس، ولكن عندي نعم بزاف اللي إذا خططني وحدة فيهم ما كنش غادي يكون مرتاح في حياتي. مثلا تذكروا النعمة ديال الألوان كنشوفوا، ولكن إلا مشى لينا منشوف النعمة ديال الألوان كيفاش غادي نشوفوا العالم؟ ضروره تكون ناقصنا شي حاجه، وهنا فين غادي نعرفوا باللي انه اي حاجه يمكن كتبان لنا بسيطه فهي نعمه كبيره اللي اذا خططنا غدرنا بزاف في حياتنا. فالحمد لله دائما وابدا على الذوق، على السمع، على البصر، على الشم، على الحركه، على التنفس، على الفرصه اننا كل صباح كنفيقوا وعندنا فرص اننا نديروا بزاف ديال الحوايج اللي هما ايجابيين، وزيد وزيد وزيد. فالتفكر في هذه النعم هو بحد ذاته نعمه كبيره. ما نساوش اننا ندعيو مع ملك ونخليو ليها تعليق جميله ورائعه اللي تفوج على قلبها وتفوج على الحاله ديالها، وان شاء الله ما غيجيها غير الخير ليها لينا وليكم ولجميع امه سيدنا محمد. تنتمنى ان حلقه اليوم اعطاتكم درس مهم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.